السلام عليكم، كيف مشوا معنا تحركات يوسف النصيري والهدف اللي سجل؟ اللي بغيت نقول لكم هو ان هذه القناه هي اللي غادي نبقاو نخدموا فيها التحركات، لان عندنا مشكل في القناه الاولى، وهذا الشيء علاش غادي نبقاو نخدموا على هذه القناه حتى نحلوا المشاكل اللي عند القناه الاولى. فاللي مازال ما مشتركش يشترك في هذه القناه ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا الفيديو في الوقت اللي نحطوه، وحنا دائما معاكم بالجديد وبالتحركات المحترفين المغاربه وبالاخبار ديالهم. فاللي كنتمنى منكم هو انكم تشتركوا في هذه القناه وتبقاو ديما على القرص، وشكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا. كيف مشوا معنا تحركات يوسف النصيري كذلك تصديات ياسين بونو اللي تلقى في هذه المباراه هدف واحد، والهدف اللي سجل يوسف النصيري كان هو اللي هدى به ثلاث نقاط غاليه للفريق ديالو اللي غادي يبقى مزاحمهم في المراكز الاولى اللي غادي تاهلهم تشامبيونز ليغ الموسم المقبل. خليوا لي الراي ديالكم في الاداء اللي قدم اليوم يوسف النصيري، ياسين بونو، وفي الهدف اللي سجل يوسف النصيري. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم، خليوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش في هذه القناه يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد مع اسد من اسود الاطلس. السلام عليكم.